ويشوفوا ما شاء الله تبارك الله المنظر. تخيلوا انه هذا مشوي مو مقلي، ما اوصف لكم كميه اللذاذ اللي فيه. بقدونس حبدا احطهم في الخلاط. هنحتاج للفلفل، بصل مفروم ناعم، شويه زيت، عصير ليمون، وحاخلط كل المكونات. اضيف زيت ثوم مهروس، زنجبيل، بهارات سمك، حكتب لكم هي تحت بالتفصيل. وهنا عندي سمك شعور طبعا منظف من جوا، حبدا بس اقص عنف والديل من جوة. حبدا اسوي شقوق في السمك، طبعا هذا الشيء مره بعد ما سويت شقوق في السمكه حبدا انتبلها، احشيها كمان من جوا. دحين حاحشيها من جوا ليمون في الفرن لمده تقريبا نص ساعه حسب حجم السمك. مرة دايب، شوفوا السمك يا جماعة كيف دايب يا جماعة، شوفوا ما شاء الله تبارك. حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة، لازم تجربوه وبالعافية.